مرحب بحضراتكم مرة تانية وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما، وأعرب سيادته عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية، خاصة مدينة الفنون والثقافة. وجه سيادة الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً، وأعرب الرئيس عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. أيضاً قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة. ووجه سيادته بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، واستعرض الاجتماع الاستعدادات اللي بتقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفتها، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023 شهدت إقبال ملحوظ من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين، وحيث بلغت كميات القمح المحلي اللي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار 50% ليصل سعر الأردب ل 1500 جنيه خلال موسم 2023 بدلاً من 1000 جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات، وأيضاً تعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، قامت كلية الضباط الاحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية. وتضمنت الفعاليات تقديم الخريجين عدد من الابتهالات الدينية، كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية، واختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديراً لتميزهم خلال مدة الدورة، وتم تبادل الدروع. أما بالنسبة لأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، ففي اسكندرية تم إطلاق فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بمشاركة 120 متطوع. في هنا تمت الموافقة على إنشاء محور على النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وأيضاً طريق لمرور السيارات. ومن هنا خلينا نروح لمطروح، واللي تم فيها افتتاح معرض أهلاً مدرستي للأدوات المدرسية بتخفيضات تصل ل 30%، وفي الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنموية وخدمية في مدينة الحسينية. تفاصيل وأخبار أكثر من المحافظات في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسماعيلية تم تنفيذ أول ساحة انتظار إلكترونية بمنطقة الموقف الجديد، وده ضمن مجموعة ساحات تم طرحها في مزاد علني بشأن استغلال الأراضي الفضاء داخل الكتل السكانية كأماكن انتظار للسيارات.
في الإسكندرية شهدت المحافظة فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بشاطئ المندرة المجاني، وده بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبالتعاون مع وزارة البيئة وبمشاركة 120 متطوع وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وده بهدف حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. في محافظة قنا تم الموافقة على إنشاء محور على النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات بداية من الطريق الصحراوي الغربي مروراً بأعلى النيل وحتى الطريق الصحراوي الشرقي، وهيكون المحور موازي لكوبري دندرة أعلى النيل. في محافظة مطروح تم افتتاح معرض أهلاً مدرستي للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من 30% لـ40%، واللي بتنظمه الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي. في الإسماعيلية أطلقت مؤسسة حياة كريمة فعاليات مبادرة أنت الحياة اللي بتستهدف عدد من أهالي القرى الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة الأنطرة غرب، وده بمشاركة أكثر من 12 جهة ومن خلال تقديم حزمة من الخدمات اللي بيحتاجها المواطنين. في شمال سيناء تم افتتاح معرض أهلاً مدارس في مدينة العريش، وبيضم المعرض 80 عارض لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من أقلام وكراريس وأدوات مكتبية وشنط وأحذية وملابس، وبيعها بتخفيضات تصل ل 30% عن الأسواق الخارجية، وده للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة بدء إجراءات تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية بكافة الحملات الميكانيكية لترشيد وحوكمة الاستهلاك، تهدف المنظومة الجديدة لإحكام السيطرة على عملية صرف المواد البترولية ومنع أي استغلال أو تجاوز في صرفها، وتطبيق ذلك الإجراء على جميع السيارات التابعة للجهات الحكومية بالمحافظة. في الشرقية أكدت المحافظة الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 1,026,300,000 جنيه بمركز الحسينية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والإسكان. المشروعات دي جاهزة للافتتاح في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في المنيا أعلنت مديرية الصحة أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت 3055 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و131 لقاء جماهيري على مدار شهر أغسطس الماضي عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة، وبيستمر التدريب للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.